كابتن عظيمة، يعني انت كنت في المانيا انا عارف، وانت لسه راجع اعتقد من كام يوم، ايوه فعلا. فاتفرجت على مباراة الاهلي والمقاولين ازاي، وايضا المباريات الماضية يعني شفتها ازاي؟ بس طبعا خلينا نتكلم عن المقاولين تحديدا. المقاولين لعبوا امبارح اهلي والمقاولين و2-1. طبعا الفرقه، طبعا كولر عمل روتيشن كويس، انا شايف ان هو كويس جدا. مصطفى شوبير برضو لازم يديله ويريح شناوي. مش معنى كده ان شناوي وحش ولا اي حاجه، لا بالعكس، في فتره من الفترات بعد ضغوط المباريات، واللي انا اعرفه ان كمان شناوي من اكتر اللعيبه ارقاما لعبا الموسم اللي فات ده كله في العالم، انا ما بتكلمش صحيح في مصر، في صحيح العالم كله. فكان محتاج برضه ان هو يرتاح علشان الفتره اللي جايه يقدر يدي اكتر. وفي نفس الوقت طبعا مصطفى شوبير عمل مباراه كويسه جدا امبارح، وبرضه يعني اكيد كولر يعني فكر فيها انه كمان برضه يجهز الحارس الثاني لاي ظروف. شفنا شوبير لعب قبل كده في النهائي كاس افريقيا وكان متالق، وبرضه ان شاء الله ممكن نحتاجه برضه الفتره اللي جايه. في روتيشن اتعمل كويس، طاهر، محمد طاهر جاب جول كويس، محمد هاني برضو جاب جول كويس، عمل مباراه كويسه جدا. وفي ناس بتقول لي طبعا اكرم وهاني والكلام، لا بالعكس، انا شايف الاثنين كويسين جدا. محمد هاني الفتره اللي فاتت كان من نمره واحد في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولما جه كمان اكرم اكيد المنافسه هتبقى كويسه وهتصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. طيب بما اننا بنتكلم عن هذه المباراه، برضو امبارح الناس شافت انه مثلا قد يكون هناك التجانس لسه مش قوي، برضو لانه عدد الروتيشن كان كبير في تمام. المجموعه اللي موجوده، سواء لما تبقى غياب 7 أو 8 ويمكن اكتر 10 لاعبين عن المباراه، اعتقد بيؤثر. هو طبعا اكيد بيؤثر، وطبعا المفروض ان بيبقى في بين المباريات الرسميه بتبقى في مباراه وديه، انما طبعا النادي الاهلي في الفتره الاخيره ما عندوش وقت خالص، يعني كل 3 أو 4 أيام مباراه. فاعتقد ان هو ما عملش مباراه وديه لتجانس اللاعبين اللي هم ما بيبداوش، او الاساسيين او ما بيبداوش دايما المباراه. فطبعا النادي الاهلي جاب احسن لعيبه، المفروض احسن لعيبه في مصر، وانا شايف ان اول 11 او تاني 11 كلهم في مستوى واحد. النادي الاهلي عمل ماتش كويس جدا جدا امبارح، انا شايف 2-1 الغرض 3 نقاط. اوكي. وطبعا يعني كان في طبعا حاجه كده حصلت، طبعا ما كانش المفروض ان هي تحصل، والنادي الاهلي النهارده عمل رد فعل كويس جدا طبعا بخصوص مجدي قفشه، ان هو بس ده اعترض طبيعي يعني، حضرتك عارف ان كل مش طبيعي، لكن انا اقصد ان اللعيب اللي بيبقى زعلان طبعا وبيحاول، من المفترض ان هو ما يطلعش ده قدام الناس بيني وبينك يعني، ولكن هو طالما اخطأ خلاص عقاب، واخطأ هو لاعب مهم داخل النادي الاهلي اخطأ فتم عقاب. علشان كده احنا بنتكلم على ضغوط المباريات. صحيح. وانت لعيب دلوقتي محترف وما شاء الله عليه، مجدي قفشه من احسن اللعيبه بتلعب نمره 10 يمكن في مصر ويمكن في الوطن العربي كله بصراحه. لا والتزامه كمان ملتزم وما بنسمعناش، لا كمان وشخصيه جميله في كمان النادي وملتزم، يعني بيروح قبل التمرين بساعتين ثلاثه، عارف كل والراجل الكلام، يعني عارف الكلام ده كله. انما انت دلوقتي لازم تسيطر على افعالك النهارده. الراجل انت مثل طبعا كتير النهارده من الناس. النهارده النهارده مثلا كولر طلعك اكيد شايف حاجه، عايز يحوشك او عايز يوفرك للمباراه اللي جايه، خصوصا ان احنا تقريبا ان النادي الاهلي هيلعب يوم 4 تقريبا مع سيراميكا، وبعد كده عايز خلاص سبت الجونه في الجونه، الجونه في الجونه وسيراميكا في استاد القاهره اعتقد، يعني عندك ماتشين مهمين جدا قبل التوقف. فانت مهم جدا برضو، هو راجل شايفها من الناحيه دي، فانت كمان لازم تساعد. انا ما بتكلمش على مجدي قفشه، انا بتكلم بصفه عامه ان اللاعب لازم يساعد نفسه. صحيح. ويساعد المدرب، انما غير كده النادي الاهلي عمل ماتش كويس، وطبعا في بطوله السوبر الافريقي للاسف الاهلي خرج. يعني انا شايف ان مش بدون مبرر، انا شايف ان كان في ارهاق شويه، لانه طبعا النادي الاهلي سافر 35 ساعه سافرهم رايح جاي في 3 ايام، بعكس طبعا سان داونز اللي هو جه بس. صح. فالحاجات دي بتفرق برضو. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضو في هذه النقطه، اتفضل. انا عندي الشوط الاولاني مثلا في مباراه سان داونز انا اكسب 3 4، حضرتك عارف الاهلي الكوره كويس بقى جدا، يعني حضرتك عارف الكوره بقى يعني دي ما ده الاهلي توفيق كويس وحظ جدا، ورزق الاهلي كويس جدا. طبعا يعني بعيدا عن الكوره ما دخلتش جون، وبعيدا عن الاداء في الشوط الثاني، ولكن في النهايه انت عملت ماتش كنت تستطيع التفوز على هذا الفريق القوي الحقيقه، فريق سان داونز، كنت ممكن تكسب 3 4 الشوط الاولاني على الاقل. على الاقل، وعملنا ماتش كويس جدا على فكره، يعني الشوط الاولاني عملنا مباراه كويسه جدا، وهم قدروا برضو يعني يتعاملوا مع المباراه كويس. احنا الشوط الثاني بدانا نستعجل، وده طبعا يعني للاسف
ما خليناش، انما برضو يعني نقيم نفسنا ونصلح من اخطائنا دي، وان شاء الله رب العالمين في المباريات اللي جايه اذا كانت في افريقيا ولا في الدوري العام بنبدا ان شاء الله نفكر واحده واحده على المباراه اللي جايه.